بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله فيديو اليوم راح نبلش في شرح شابتر 4. شابتر 4 هاي أول فيديو له. شابتر 4 بحكي لي عن probability and probability distribution، يعني بحكي لي عن الاحتمالات والتوزيعات الاحتمالية. تمام، بهذا الشابتر احنا راح نشرح الاحتمالات ومدى إمكانية حدوث تجربة معينة. يعني أنا عندي تجربة معينة، حلو، هاي التجربة بدي أعرف مدى إمكانية حدوثها، يعني ما مدى احتمالية حدوثها. يعني أنا هون بحكي عن إيش؟ بحكي عن احتمال حدوث التجربة. طيب بالبداية أنا بدي أحكي عن كم شغلة. بدي أحكي عن البيسك كونسبت، يعني المفاهيم أساسية بخصوص هذا الشابتر. بالبداية بدي أحكي عن الإكسبرمنت. الإكسبرمنت وهي التجربة. تمام، إيش يعني الإكسبرمنت أو التجربة؟ هي العملية التي تتم بواسطة أي ملاحظة أو قياس تم الحصول عليه. يعني مثلا أنا عندي كوين، قطعة نقود، هاي القطعة أنا رميتها، حلو، فأنا عندي هاي تعتبر رمي قطعة النقود هي تجربة. من خلال هاي التجربة أنا بينتج عندي ملاحظات أو قياسات. يعني أنا لما رميت الكوين هاي الاحتمالية إن صار عندي احتمالين، إما يجي عندي صورة أو يجي عندي كتابة، صح؟ فرمي قطعة النقود هون تعتبر تجربة، أنا من خلالها قدرت ألاحظ شغلة. إيش هي الملاحظة اللي قدرت ألاحظها؟ إنه أنا الناتج عندي إما كتابة وإما صورة، فهاي هي الإكسبرمنت أو التجربة. عندي مفهوم ثاني وهو الراندوم إكسبرمنت. إيش يعني الراندوم إكسبرمنت؟ يعني التجربة العشوائية. التجربة العشوائية يعني أنا أجرب حادث معين، يعني زي ما حكينا برضو الكوين، وهاي التجربة بكون عندي على الأقل نتيجتين. تمام، أنا عندي تجربة عشوائية، من خلال هاي التجربة العشوائية بكون عندي على الأقل نتيجتين. فهون رمي قطعة الكوين تعتبر تجربة عشوائية، لأنه أنا عندي احتمالية نتيجتين أو أكثر، على الأقل نتيجتين، يعني نتيجتين أو أكثر. فأنا هون كان عندي إما صورة أو كتابة فهم نتيجتين، فهي تعتبر random experiment. طيب هسه هون حكينا من الأمثلة اللي هي إيش؟ من الإكسامبلز، من الأمثلة اللي هي to sink a fire coin once. إيش يعني؟ يعني رمي قطعة النقود مرة واحدة، هاي تعتبر random experiment، لأنه أنا لما أرمي قطعة النقود راح يكون عندي احتمالين، إما صورة وإما كتابة، صح؟ إحنا خلينا أول شيء نحكي بالمفهوم العام. الصورة أنا بحكي عنها الهيد وبرمز لها بالرمز H، والكتابة بحكي عنها التيلد وبرمز لها بالرمز T. فأنا لما رميت قطعة نقود كان عندي احتمالين، إما H وإما T. تمام؟ طيب لو أخذنا مثال ثاني وحكينا اللي هي to sink a fire die، يعني رمي حجر نرد. تمام، هسا حجر النرد زي ما بنعرف حجر النرد له 6 أوجه. الأوجه هاي ممكن تكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، هاي إيش؟ هاي أوجه حجر النرد. تمام، فأنا لما أرمي حجر نرد احتمال يكون الناتج 1، واحتمال يكون 2، واحتمال 3 أو 4 أو 5 أو 6. تمام، فأنا الأرقام هاي 1 و2 و3 و4 و5 و6 هي احتمالات ممكنة من خلال رمي اللي هو إيش؟ to sink a fire die، اللي هي رمي حجر النار.
هسه المثالين هذول اللي هن الكوين والداي اللي هي قطعة النقود وحجر النرد، غالبا اكثر مثالين بيتكررن لشرح هذا الشابتر. تمام؟ طيب هسه بدنا برضو من المفاهيم الأساسية اللي احنا لازم نعرفها اللي هي السامبل سبيس. والسامبل سبيس بنرمز لها بالرمز الاس كابيتال، ومعناها الفضاء العيني. بدي اختصرها عليك بكذا كلمة، الفضاء العيني هي جميع الاحتمالات الممكنة من تجربة معينة. كيف يعني؟ يعني هون أنا التجربة عندي كانت إيش؟ اللي هي حجر نرد، صح؟ فكانت الاحتمالات يا واحد يا اثنين يا ثلاث يا أربعة يا خمسة يا ستة، وهي أوجه حجر النرد. شايفين هاي القيم الستة؟ تمام؟ هاي القيم تمثل سامبل سبيس، تمثل جميع الاحتمالات الممكنة. ولما رمينا كوين كان عندي احتمالين، إما اتش وإما تي، حكينا إما هيد أو تيل. الاتش والتي هون برضو بعتبرهم سامبل سبيس برضو، لأنها إيش تعتبر هون؟ تعتبر جميع الاحتمالات الممكنة من التجربة اللي هي رمي قطعة النقود. تمام؟ فمثلا لو إجيت حكيت لك من خلال رمي قطعة النقود، يعني حكيت لك to sink a coin once، يعني رمينا قطعة نقود مرة واحدة، أعطيني السامبل سبيس لإلها. أول إشي الكوين، شو الاحتمالات اللي ممكن تطلع معي؟ حكينا إما صورة وإما كتابة. فإذا الأس أنا بمثلها من خلال مجموعة، تمام؟ أنا بمثلها مجموعة، وبين كل عنصر والثاني بحط فاصلة. إذا أنا بفتح اللي هو بداية المجموعة البراكت، وبحط العناصر. العناصر هون عندي إيش الاحتمالات؟ إما تي وإما اتش، فبحط تي فاصلة اتش وبسكر ايش البراكت تاع المجموعه، فصف عندي السامبل سبيس اللي هو التي والاتش. التي والاتش هذول بسميهم عناصر السامبل سبيس، وهي ايش هاي برضو الاحتمالات الممكنه. تمام. برضو انا لو اجيت وحكيت لك احنا ايش عملنا؟ عملنا to sink a die once، برضه عملنا رمي لحجر النرد مرة واحدة. طيب حجر النرد، حكينا حجر النرد له ست اوجه، تمام؟ حكينا اما تكون واحد او اثنين او ثلاث او اربعة او خمسة او ستة، تمام؟ هاي اللي هي اوجه حجر النرد، تمام؟ وحكيت لك find sample space اللي هو انا بدي الاس الفضاء العيني. حكينا الفضاء العيني هو بيحتوي على جميع الاحتمالات الممكنة. هسا ايش الاحتمالات الممكنة عندي؟ احتمال يطلع عندي واحد، واحتمال اثنين، احتمال ثلاث او اربعة او خمسة او ستة. هاي العناصر انا بمثلها داخل الفضاء العيني، بحكي واحد فاصلة اثنين فاصلة. فاصلة هون ايش يعني؟ يعني الواحد هذا لحاله عنصر، الاثنين لحاله عنصر، ثلاث اربعة خمسة ستة، وبسكر ايش البراكت تاع المجموعة. ايش ممكن ناخذ مثال؟ ممكن ناخذ اللي هو ريكورد ان اوبينيون. ريكورد ان اوبينيون يعني اللي هو الاراء. هسا احنا نعرف في نهاية كل فصل قبل ما تنزل العلامات بنزلونا اللي هو تقييم تاع الدكاترة، صح؟ هسا التقييم بيكون مثلا جيد او جيد جدا او ممتاز، صح؟ هسا لكل اشي انا بكون عندي احتمال، فالاحتمال ممكن يكون جيد، ممكن يكون جيد جدا، ممكن يكون ممتاز. فبتصفي عندي السامبل سبيس هي بتحتوي على جميع الآراء الممكنة،
لأنه في ناس حيختاروا جيد، وفي ناس حيختاروا جيد جدا، وفي ناس حيختاروا ممتاز. تمام؟ فهاي تعتبر اللي هي عناصر السامبل سبيس، لأنه هي الأشياء الممكنة، هاي أشياء ممكن اختيارها. فيعتبر ريكورد أن أوبينيون اللي هو الأخذ الآراء يعتبر تجربة. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب هسه التجربة نفسها، في عندي أشياء بالتجربة نفسها اسمها حوادث، وفي عندي أنواع لهذه الحوادث، الـ type of event اللي هي أنواع الحوادث. إيش يعني حادث؟ يعني هسه أنا عملت تجربة معينة، فلنفرض ورميت اللي هي الكوين، برجع مثال الكوين، هذا لما أنا رميت الكوين هاي تعتبر تجربة صح؟ وهاي تعتبر حادث. كيف يعني حادث؟ يعني أنا لما رميتها كانت السامبل سبيس عندي إما كتابة وإما صورة، فهاي تعتبر إيش؟ تعتبر حوادث ونتائج. رمي قطعة الكوين تعتبر حادث. فعندي أنا أكثر من نوع للحوادث. عندي النوع الأول اللي هو سيمبل إيفنت، والنوع الثاني اللي هو الكومباوند إيفنت، والنوع الثالث اللي هو الامبوسيبل إيفنت. تمام، نيجي عليهم واحدة واحدة. هسا الحادث الأول اللي هو السيمبل إيفنت، وهو الحادث البسيط. كيف يعني الحادث البسيط؟ الحادث البسيط هو اللي بيكون عدد عناصره واحد. مثلا أنا عملت تو سنجل كوين، تمام، والسامبل سبيس كانت عندي H و T. ال H لحالها تعتبر سيمبل إيفنت، حادث بسيط، والتي لحالها تعتبر سيمبل إيفنت. تمام، لأنه ال H هي تعتبر عنصر واحد والتي تعتبر عنصر واحد، فهاي لحالها تعتبر إيش؟ سيمبل إيفنت. طيب الكومباوند إيفنت اللي هو الحادث المركب، إيش يعني الحادث المركب؟ هو الحادث اللي بيكون عدد عناصره أكبر من واحد. تمام، الحادث المركب هو الحادث اللي عدد عناصره أكبر من واحد. يعني نفس الموضوع، أنا لو عملت توسينج للداي حجر نرد، فكانت السامبل سبيس عندي 1 2 3 4 5 و6، هاي الاحتمالات اللي كانت واردة عندي. الحادث هذا كامل من 1 ل6 هذا بسميه ايش؟ كومباوند، هذا بسميه حادث مركب. لكن الواحد لحالها شو بسميها؟ بسميها سيمبل ايفنت، والاثنين لحالها سيمبل ايفنت. لكن جميع الاحتمالات هاي مع بعض، او احتمالين او ثلاث احتمالات مع بعض، بسميهم كومباوند ايفنت. النوع الثالث اللي هو عندي الامبوسيبل ايفنت، وهو الحادث المستحيل. كيف يعني الحادث المستحيل؟ الحادث المستحيل يعني أنا برضو لو كانت التجربة عندي إني أرمي حجر نرد، رميت حجر نرد، حلو، فكانت السامبل سبيس عندي 1 2 3 4 5 و6، حكيت لك أعطيني أو اعتبر إيه هي الأرقام اللي أكبر من 7، يعني numbers greater than 7. يعني الـ A هي تعتبر حادث. تمام، الحادث هذا بيوصف لي الأعداد أو الأرقام اللي أكبر من 7. هسا أنا لما أرجع على sample space، لما أرجع على الفضاء العيني، كم رقم عندي أكبر من 7؟ ما عندي ولا رقم أكبر من 7. فهون لما بدي أجي أمثل الـ A من خلال مجموعة، بمثلها بالفاي. فاي يعني مجموعة فارغة،
يعني أنا ما عندي أصلاً ولا عنصر أكبر من 7، فبتكون الـ A هذا الحادث حادث مستحيل. ليش؟ لأنه مجموعته فارغة لا يحتوي على أي قيم. بينما هون بالـ Simple Event هي كان حادث بسيط، عدد عناصر واحد. اعتبرت أنه الـ Sample Space هي الـ H والـ T. فلنفرض هون لو حكيت لك الـ B هي تعتبر Head مثلاً، تمام؟ هسا الهيد ايش معناها؟ معناها صورة اللي هي بتمثل ب اتش. هل عندي اتش داخل العينة؟ والله عندي اتش، فإذا بحكي البي بمثلها بمجموعة اللي هي اتش. المجموعة هاي اللي بتحتوي على عنصر واحد سميناها simple event، حادث بسيط. يجينا على النوع الثاني، حكينا على compound event وهو الحادث المركب، حكينا عدد عناصره أكبر من واحد. رمينا قطعة نرد فكانت الاحتمالات 1 و2 و3 و4 و5 و6. لو حكيت لك السي بتمثل النمبرز او حكيت لك انه السي تمثل الايفن نمبرز، يعني بتمثل الاعداد الزوجية. هل انا عندي اعداد زوجية داخل sample space؟ والله عندي، عندي الاثنين وعندي الاربعة وعندي الستة. فالسي لما بدي اجي امثلها كمجموعة بحكي هي 2 و4 و6. السي كم عنصر تحتوي؟ تحتوي على 3 عناصر. حكينا اي مجموعة تحتوي على عنصرين او اكثر، او يعني اي مجموعة تحتوي على اكثر من عنصر ايش بنسميها؟ حادث مركب، اللي هو الكمباوند ايفنت. اجينا اخر شيء على الامبوسيبل ايفنت، الحادث المستحيل. حكينا الحادث الذي لا يحتوي على اي عناصر، حطينا مثال حجر النرد اللي هو من 1 ل6، ومثلنا ايه؟ انها الارقام اللي اكبر من 7. اجينا على السامبل سبيس، على الفضاء العيني، ما لقينا اي رقم اكبر من 7. اذا كانت الاي تعتبر مجموعه فارغه، المجموعه الفارغه بمثلها بفاي وبسميها ايش؟ حادث مستحيل. طيب هيك احنا بنكون فهمنا كذا نوع من انواع الحوادث. في عندي نوع رابع من انواع الحوادث، النوع الرابع حلو بسميه الشور ايفنت، او برضه ممكن اسميه السامبل سبيس. ايش يعني الشور ايفنت؟ يعني هو الحادث الأكيد. كيف يعني الحادث الأكيد؟ الحادث الأكيد هذا الحادث يحتوي على جميع عناصر السامبل سبيس. يعني هون برضو أنا حكيت لك بسميه إما سامبل سبيس أو الشور إيفنت. الشور إيفنت حادث أكيد يحتوي على جميع عناصر السامبل سبيس. بالمثال اللي حكينا عن حجر النرد وحكينا إنه من 1 ل6، تمام؟ لو كانت الـ D تمثل مثلا حكيت لك تمثل النورمال نمبرز، تمثل الأعداد الحقيقية، تمام؟ أنا رجعت على السامبل سبيس وبدي أختار أي عدد ينتمي للأعداد الحقيقية، فلقيت الواحد والاثنين والثلاث والأربعة والخمسة والستة، جميعهم ينتمن للأعداد الحقيقية. فأنا لو جيت أمثل الدي بمجموعة راح تلاقيني لما رسمت المجموعة حطيت فيها جميع قيم السامبل سبيس. هاي شوف كانت دي بتمثل جميع الأرقام من 1 ل6. لما الدي تساوي الأس، يعني الحادث دي يساوي السامبل سبيس، بهاي الحالة أنا بسميه الشور إيفنت، يعني الحادث الأكيد، تمام؟ إذا هيك صفى عنا 4 أنواع من أنواع الحوادث. طيب طبعا كل اللي حكيناه هسا هو عبارة عن مدخل للشابتر، بحيث إني أنا حاليا أي مثال أو أي تجربة ممكن تيجي قدامي أنا قادر أحللها كتحليل مبدئيا. يعني عندنا مثال، او مش مثال، بلاش نحكي عن مثال خلص، احنا اتوقع كويس هيك. في عندي هاي الملاحظات هاي بالجدول هون،
خلينا نعمل زوم عليها. هيك تمام. الجدول هذا جدول بهمني اني افهمه واحفظه، تمام. هاي محتويات الجدول لازم اكون عارفها. محتويات الجدول كالتالي، بحكي لك انه هاي الكلمات تعتبر كلمات مفتاحيه لحل اي سؤال ممكن يواجهني في هذا الشابتر. الكلمات اللي هي less than ومعناها اقل من، حلو، يعني less than هي اقل من، والmore than هي اكبر من، وفي عندي المور ذان اور ايكوال يعني اكبر من او يساوي. صفر عندي احتمالين، يا اكبر من العنصر او يساوي العنصر. وعندي الجريتر ذان نفسها اكبر، فالجريتر ذان هي نفس المور ذان. وعندي الليس ذان اور ايكوال اقل من او يساوي. بلو ذان معناها اقل من، هي نفسها ايش؟ نفسها الليس ذان. وعندي above than يعني أكبر من، وعندي at most. at most معناها على الأكثر، بما أنه على الأكثر يعني لو حكيت لك على الأكثر عندي عنصرين، فالاحتمالات أنه أنا عندي عنصرين أو أقل، فهي صفت نفسها نفس less than or equal. وعندي at least على الأقل، يعني لو حكيت لك at least 3 observations، انه على الاقل انا عندي ثلاث عناصر، فصفت هي ثلاث عناصر او اكثر، فهي نفس المور ذان اور ايكوال. وعندي اكزاكتلي exactly معناها بالضبط، يعني يساوي. لما احكي لك اكزاكتلي از 3 يعني هي تساوي 3، تمام. هاي الكلمات بهمني اعرفها واعرف معناها، بحيث اني اعرف اترجم اي سؤال ممكن يجي قدامي اعرف ايش بده، لانه less than بتفرق عن less than or equal. هون بتفرق بيناتهم عنصر، اللي هو عنصر المساواة اللي ممكن اضيعه. فبيهمني اني افهم الجدول هذا، تمام. هسه انا عندي مثال لطيف. المثال كالتالي، بحكي لك to sink two fire coin. انا هون ايش عملت؟ رميت قطعتين نقود، تمام. انا بالمثال هذا رميت قطعتين نقود، فانا عشان اعرف اي شيء دائما خليها في بالك، عشان اعرف اي احل اي سؤال بشابتر 4، اول خطوه بطلع السامبل سبيس. اول خطوه قبل ما احل اي شيء قبل الحل هي ايش؟ اوجد السامبل سبيس، بتريحني كثير بالحل. هسه هو ايش بحكي لي؟ توسينج تو فاير كوين، اذا هو رامي قطعتين نقود، تو كوينز. فاحنا لو حكينا هون كوين 1 وكوين 2، هسه الكوين 1 انا عندي احتمالين لو رميت قطعه نقود، حكينا اما كتابه واما صوره، فهي اما اتش واما تي. والقطعه الثانيه نفس الموضوع، اما اتش واما تي. حلو، شلون قاعد فالسامبل سبيس، انا لو اجيت ارسم السامبل سبيس، انا في عندي طريقه اسمها طريقه الشجره. طريقة الشجرة هاي بتريحني ايش؟ بإيجاد السامبل سبيس. بجيب التجربة الأولى، هسا هذول هون يعتبر عندي تو اكسبيرمنت، أنا هون عندي تجربتين، هاي تعتبر التجربة الأولى وهي تعتبر التجربة الثانية. بجيب أول تجربة وبحط احتمالاتها، يعني هون ايش احتمالاتها؟ الـ H والـ T. بروح بعدين على ايش؟ بروح على التجربة الثانية وبحط جميع احتمالاتها على جميع احتمالات التجربة الأولى. كيف يعني؟ يعني أنا التجربة الأولى كم احتمال عندي؟ عندي الـ H وعندي الـ T. باجي على الـ H ومن الـ H بفرع منها جميع احتمالات التجربة الثانية، يعني من الـ H بطلع H و T اللي هن موجودات بالتجربة الثانية، وبروح على الـ T برضه بحط الـ H والـ T.
تمام؟ هاي الطريقة تسمى طريقة الشجرة. هسا لما بدي أجي أمثلهم بالسامبل سبيس، باجي على التجربة الأولى اللي هي الأج حكينا صح؟ باجي بطلعها مع جميع العناصر المرافقة لإلها، يعني بحط الأج مع الأج، بعدين بروح بجيب الأج مع التي، خلصت. بنزل على بعدها التي، بجيب التي مع الأج، بعدين بجيب التي مع التي. هاي ايش بسميها؟ طريقة الشجرة. بجيب التجربة الأولى بحط جميع احتمالاتها، وكل احتمال بربطه مع جميع احتمالات التجربة اللي بعده. فأنا هون ايش صفت عندي؟ صفت عندي sample space اتش 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 تي تي اتش وتي تي. طب هل اتش تي بتختلف عن التي اتش؟ اه بتختلف. هسا لما يكون الترتيب عندي الأولى اتش أو الأولى تي فهي بتفرق. هون طلعت عندي بالبداية صورة، وهون عندها طلعت عندي بالبداية كتابة، فممكن تفرق عندي لو أنا جاي أقيس احتمال لإشي معين. فهون إيش بحكي لي؟ بحكي لي A observing to head. observing to head يعني قصده H H. أنا عندي هون إيش؟ صورتين. فأنا لما بدي أجي أمثل الـ A كمجموعة بمثلها بالـ H H. طب هل الـ H H هاي موجودة عندي بالـ sample space؟ آه موجودة. فبكتب انها ايش؟ اتش اتش. لو انها مش موجودة بحكي فاي، لكنها هي موجودة. الحادث بي بحكي لك بي observing at least one head. at least شو معنى at least؟ at least حكينا معناها على الاقل، وحكينا على الاقل هي نفسها more than or equal، يعني هي أكبر من أو يساوي. فأنا لما أحكي على الأقل واحد يعني قصدي واحد أو أكثر، لأنه هو إيش حكينا؟ more than or equal، فهو واحد أو أكثر. لو حكى لي at least two فهي اثنين أو أكثر. تمام، هو بحكي هون at least one head يعني H أو أكثر. تمام، فأنا هون بالسامبل سبيس عندي بعض الحوادث جاي معي H، وبعض الحوادث جاي عندي 2H، وبعض الحوادث اللي هي TT جاي عندي 0H. فأنا لما بدي أجي أمثل الـ B اللي هي at least one head، لما أجي بدي أمثلها بمثل لما الـ H يكون عددهن 2 ولما الـ H يكون عددهن 1. فالبي هون عندي اللي هي اتش اتش والاتش تي والتي اتش، هاي ايش؟ عناصر البي. تمام، فهو بحكي لي هون find a and b، هاي هيك قصده find a and b، يعني بوجد مجموعة a ومجموعة b. بكرر كيف حلينا؟ حكينا اول اشي بنوجد السامبل سبيس. انا عندي two coins، بوجد احتمالات اول اشي كل coin لحال. هسا الكوين الاولى اما اتش واما تي، والكوين الثاني اما اتش واما تي. حكينا بجيب احتمالات الحادث الاول وبوجد بحطها لحال عن طريق الشجرة، وبربط كل احتمال مع جميع احتمالات الحادث الثاني. الحادث الثاني ايش كانت احتمالاته؟ اتش وتي. فالاتش بربطها مع الاتش ومع التي، والتي ربطها مع الاتش ومع التي. بعدين انا الاتش بربطها بجميع العناصر وبمثلها بالسامبل سبيس. يعني هون كانت الاتش مع الاتش مثلتها، الاتش مع التي مثلتها، التي مع الاتش مثلتها، والتي مع التي. الاي حكالي انه observing two head، هي برضو نفس موضوع exactly two head، يعني كان بالضبط عندي اثنين اتش، فانا جبت انه هون معناها بده two اتش. جيت على السامبل سبيس، هل بالسامبل سبيس في two اتش؟ اه والله في، فانا بقدر امثلها. حكينا لو ما كانت موجودة بعتبر انه الـ A ايش؟ 5. اجينا على الـ B، الـ B حكالي at least one head، يعني ايش؟ يعني على الاقل H، يعني على الاقل انا عندي H واحدة. يعني انا الاحتمالات المقصود فيها انه لما الـ H بتكون واحدة، او الـ H بتكون اثنتين، او الـ H ثلاث، الى ما لا نهاية. فانا هون لما اجيت على السامبل سبيس لقيت انه الاتش كانت عندي امرات اثنين، وامرات في حوادث معينة كانت واحد، وفي حوادث كانت صفر.
هسه هو ايش بده؟ على الاقل واحدة، فانا ببلش من واحد واكبر، الصفر ما باخذها. تمام؟ فلما جيت مثلت البي، الاتش اتش والاتش تي والتي اتش. هاي تعتبر عناصر البي. هاي هون محلولة بنفس الطريقة. طبعا هون بالضبط برجع بذكر الـ A لما طلعت معي H H هاي بسميها simple event، يعني حادث بسيط يحتوي على عنصر واحد. الـ B بسميها compound event، ليش؟ تحتوي على أكثر من عنصر، فيها كم عنصر؟ ثلاث عناصر. طيب هسا هون بيحكي لي عن معلومة كيف أوجد عدد عناصر الـ S الـ sample space. sample space كيف بدي أوجد عدد عناصرها؟ هسا انا كان عندي هون كم تجربه، كان عندي 2 فاير كوين، فانا هون كان عندي تجربتين. فانا ايش بحكي؟ بحكي عدد احتمالات التجربه الاولى في عدد احتمالات التجربه الثانيه. هون مش كان عندي تجربه اولى وتجربه ثانيه؟ التجربه الاولى كم احتمال كان لها؟ كان لها احتمالين، والتجربه الثانيه كم احتمال كان لها؟ برضو اثنين. فأنا بضرب عدد احتمالات التجربة الأولى في عدد احتمالات التجربة الثانية، يعني 2 ضرب 2 ويساوي 4. الأربعة هاي هي عدد عناصر السامبل سبيس اللي هي الأس. فعلا لو جينا على السامبل سبيس وعدناها 4، هذا برضو يعني طريقة عشان أتأكد أنه السامبل سبيس طلعت عندي مضبوطة. في عندي مثال ثاني. أوكي التصوير كان مش هاي صح. حلو. في عندي مثال ثاني هون بحكي لك to sink a fire die. ايش يعني to sink a fire die؟ يعني انا رميت حجر نار. حكينا بغض النظر ايش مطلوب مني، اول حركة بطلع sample space هاي حجر النار. هاي حجر النار. طبعا حجر النار ايش احتمالاته او كم اوجهه له؟ اول اشي له 6 اوجه، 1 و2 و3 و4 و5 و6. فانا sample space عندي هي جميع الاحتمالات الممكنة، فممكن تكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. هاي السامبل سبيس، جميع الاحتمالات الممكنة. تمام؟ أوكي. تمام. فبيطلب مني أول إشي اللي هو بحكي لك الـ A. الـ A بحكي لك الـ odd number. إيش يعني الـ odd number؟ يعني الأعداد الفردية. باجي على السامبل سبيس وبوجد جميع الاعداد الفرديه. ببلش فيهن، الواحد عدد فردي؟ اه بينتمي لاي معناته. الاثنين عدد فردي؟ لا زوجي بكنسل. ثلاث عدد فردي؟ اه. الاربعه عدد فردي؟ لا بكنسل. الخمسه عدد فردي؟ مظبوط. السته عدد فردي؟ لا زوجي. خلصت عناصر السامبل سبيس، هسه ايش بعمل؟ بسكر مجموعه A. نيجي بعدين على مجموعه B. بي ايش بيحكي لي؟ بحكي لي numerical number. ايش يعني numerical number؟ يعني الاعداد الطبيعية. طيب هسه باجي على عناصر اس السامبل سبيس وبشوف اي من الارقام تنتمي للنيوميريكال نمبر. الواحد عدد حقيقي؟ فعلا عدد حقيقي. الاثنين عدد حقيقي؟ مظبوط. الثلاث عدد حقيقي؟ تمام. اي عدد حقيقي او ايش وين بحطه؟ بحطه بالبي، بالمجموعه بي. اربع عدد حقيقي، والخمسه عدد حقيقي، والسته عدد حقيقي. فكانت البي تساوي جميع عناصر ايش؟ السامبل سبيس. لو اجينا على التجربه سي، تمام. هون سي ايش بيحكي لي؟ السي بيحكي لي the number greater than 7، يعني الأرقام greater than. greater than إيش معناها؟ معناها أكبر من 7. باجي على sample space، هل أنا بالsample space عندي أرقام أكبر من 7؟ لا ما عندي ولا رقم أكبر من 7. إذا حكينا لما الحادث ما يعني ما عنده عناصر، كيف بمثله؟ بمثله في 5. تمام؟ بمثله في 5. دي بحكي لك the number less than or equal قديش؟ فلنفرض انه less than or equal 3. مش مكمل هون. فلو حكينا انه هي the number less than or equal 3. less than or equal يعني اقل من او يساوي 3. يعني جميع الاعداد اللي اقل من 3 او تساوي 3. فاجي على السامبل.
الواحد أقل من ثلاث أو تساوي ثلاث أو الاثنين أقل من ثلاث أو تساوي ثلاث فعلا. الثلاث هل هي أقل من ثلاث أو تساوي الثلاث؟ فعلا هي تساوي الثلاث، فالثلاث تنتمي. الأربعة أقل من ثلاث؟ لا. طب هل تساوي ثلاث؟ لا، بكنسل. الخمسة نفس الموضوع، أكيد لا، الخمسة أكبر من ثلاث فلا تنتمي، والستة لا تنتمي. فدي صفت عندي واحد واثنين وثلاث، هاي الأعداد less than or equal ثلاث. هاي إيش؟ أوجدنا جميع الحوادث. لو جينا هسه نحكي عن الحوادث الثانية، الاي كم عنصر فيها؟ فيها ثلاث عناصر، حكينا المجموعة اللي فيها أكثر من عنصر إيش بسميها؟ compound event. إيش يعني compound event؟ يعني حادث مركب. البي، البي كم عنصر فيها؟ البي فيها جميع عناصر sample space، يعني البي تساوي اس فعليا. حكينا لما البي يكون، لما الحادث يكون يساوي السامبل سبيس او يحتوي على جميع عناصر السامبل سبيس ايش بسميه؟ بسميه شور ايفنت، يعني حادث اكيد. السي، السي مجموعه فارغه بنمثلها بفاي، تمام. حكينا لما تكون مجموعه فارغه ومثلناها فاي ايش بحكي عنها؟ بحكي عنها امبوسيبل ايفنت، فهو حادث مستحيل. الدي يحتوي على اكثر من عنصر، يحتوي على ثلاث عناصر، فانا ايش بسميه؟ بسميه كومباوند ايفنت، هو ايش؟ حادث مركب. وهون حل السؤال. حلو، عندي مثال ثاني، مثال كالتالي. ايش بحكي لي مثال؟ واضح؟ واضح. بحكي لك to sink one die then toss one coin. ايش يعني؟ هون بحكي لك رمينا حجر نرد، then بعد ذلك رمينا قطعة نقود. حلو. اذا انا التجربة الاولى، الاولى كانت ايش عندي؟ حجر نرد. والتجربة الثانية ايش كان عندي؟ قطعة نقود. حلو، حكينا قبل ما ابلش هون ايش بحكي لي؟ find the sample space. فعليا انا زي ما حكيت لك اي سؤال قبل ما احله بوجد sample space بريد. هسا لما ارمي حجر نرد ايش الاحتمالات؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة، هاي احتمالات ايش؟ حجر النرد اللي هي التجربة الاولى. جيت على التجربة الثانية، كم ايش هي؟ قطعة نقود، رمي قطعة نقود، هاي هي التجربة. فالكوين لها احتمالين، اما الاتش الهيد او التي التيد. هسه حكينا عشان ارسم، عشان اوجد سامبل سبيس ايش بعمل؟ بروح بمثلهن بطريقة الشجرة. طريقة الشجرة ايش بتحكي لي؟ بتحكي لي بجيب جميع عناصر التجربة الاولى بحطهن على الشمال، يعني بحط واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. بعدين كل عنصر من عناصر التجربة الأولى بربطه بجميع العناصر التجربة الثانية، يعني الواحد بربطها مع الاتش والتي اللي هي عناصر التجربة الثانية، هي بربطها مع الاتش ومع التي. الاثنين نفس الموضوع، بربطها مع الاتش ومع التي. الثلاث مع الاتش مع التي. الأربعة برضو مع الاتش ومع التي. الخمسة برضو بربطها مع الاتش ومع التي، نفس الاشي. والستة كذلك الأمر. طيب هسه هيك طريقة الشجرة صارت جاهزة عندي. هسه لما بدي أجي أمثلهن بالسامبل سبيس، حكينا أول إشي بفتح البراكت تاع المجموعة وببلش أمثل. العنصر الأول الواحد مع أول عنصر إله، يعني الواحد مع الأتش، فبحكي واحد أتش. لو جينا مثلناهم هيك بمجموعات، هاي إيش يعتبر العنصر الأول. بعدين الواحد مع التي، واحد وتي، خلصنا. نيجي على الاثنين، الاثنين اول اشي بربطها مع الاتش، فهي صفت اثنين واتش. بعدين الاثنين بربطها مع التي، فهي اثنين وتي. بعد هيك الثلاث بربطها مع الاتش، بعدين بربطها مع التي. وهيك بعمل على جميع القيم، يعني الأربعة مع الأتش،
الأربعة مع التي، تمام؟ بعدين الخمسة مع الاتش، والخمسة مع التي، بعدين الستة مع الاتش، والستة مع التي. هيك انا هيك مثلت ايش السامبل سبيس. حكينا اول اشي بجيب التجربة الاولى وبحط جميع الاحتمالات لإلها، التجربة الثانية بحط جميع الاحتمالات لإلها عن طريق الشجرة، بجيب جميع عناصر التجربة الاولى بحطهم على الشمال لحال، بعدين بربط كل عنصر مع جميع احتمالات التجربة الثانية. احتمالات التجربة الثانية ايش؟ ال H وال T. فانا بربط الواحد مع ال H والواحد مع ال T وبمثلهم بالسامبل سبيس. طيب هيك اوجدنا السامبل سبيس. لو اريد حكيت لك عدد عناصر S، حكينا لما بدي اجي اوجد عدد عناصر S ايش بيعمل؟ عدد عناصر التجربة الاولى كم عنصر؟ 6 عناصر، وعدد عناصر التجربة الثانية عنصرين. فحكيت عدد عناصر التجربة الأولى 6 ضرب عدد عناصر التجربة الثانية، 6 في 2 12. لو جيت عديتهم رح الاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا حلي تمام، أنا هيك بكون أوجدت جميع العناصر، مش ناقص علي ولا زايد عندي أي عنصر. تمام؟ تمام. خلينا نبلش بالفكرة اللي بعديها، ناخذ فكرة عنها وإن شاء الله الفيديو الجاي بنكمل الشرح اللي بدنا إياه. هسه عندي موضوع اللي هو the probability of an event. شو يعني the probability of an event؟ هي احتمالية حدوث الحادث أو وقوع الحادث. هسه احنا قبل شوي لما اجينا حكينا فلنفرض عن اللي هو، اللهم صل على سيدنا محمد، نيجي على اخر مثال، نيجي على اخر مثال. هسه مش احنا كان عندنا تجربتين وكان عندي سامبل سبيس كامل، مش ممكن يكون عندي A مثلا تساوي odd number with T، يعني الأعداد الفردية مع إيش؟ مع T. فأنا لما أجيت دورت عليها رح ألاقي إنه الـ A إيش تساوي؟ أي عدد فردي مع T. واحد و H هل تعتبر هيك؟ لا. واحد و T، طيب الواحد فردي مع T تمام بقبلها، واحد و T. الاثنين مع T لا، الاثنين عدد زوجي ما بقبلها. الثلاث مع T عدد فردي مع T بقبلها، والخمسة مع التي تمام. هسا احنا هيك اوجدنا الحادث A. هسا ال A سميناه event، هو حادث. انا هون بدي ادرس احتمالية وقوع هذا الحادث، يعني انا بدي اعرف مدى احتمالية، مدى احتمالية حدوث A، شو نسبة انه يحدث A. فأنا عندي قانون من خلاله بقدر أوجد نسبة حدوث أو وقوع أي حادث. النسبة كالتالي: probability اللي هي P تساوي عدد عناصر الحادث على إيش؟ على عدد عناصر S. كيف يعني؟ هسا ال P هي رمز ل probability، عدد عناصر الحادث. احنا هون ايش حكينا عن الحادث A؟ كم عنصر من عندي ب A؟ عندي واحد اثنين ثلاث. فعدد عناصر الحادث هي عدد العناصر اللي اجت داخل مجموعة A، فهي كانت عندي ثلاث عناصر على عدد عناصر S. برجع على sample space، sample space على كم عنصر بتحتوي؟ تحتوي على 12 عنصر. فال P تساوي 3 على 12 وهي 1 على 4، وممكن أمثلها ب 25%. ال 1 على 4 أو ال 25% أو ال 3 على 12 هاي بسميها الـ probability أو احتمالية وقوع الحادث. يعني إيش هي الـ probability of an event؟ يعني هي احتمال حدوث أو وقوع حادث معين، بوجدها من خلال قانون ال P تساوي عدد عناصر الحادث على عدد عناصر S. حكينا عندي حادث معين عدد عناصره فلنفرض K،
من العناصر، وعدد عناصر N كانت N، عدد عناصر S كانت N من العناصر، فأنا بقسم K على N عشان تجد لي نسبة حدوث هذا الحادث. نيجي على أمثلة فعلية، أو نيجي بالبداية على النوت المكتوبة هون. النوت بحكي لي مجموع الاحتمالات للتجربة كاملة يساوي 1. كيف يعني؟ يعني أنا كان عندي حادث معين أو السامبل سبيس S، تمام؟ لو جيت أنا بدي البروبابيليتي للأس هي عدد عناصر S فرضناها N على عدد عناصر S اللي برضو اللي فرضناها N، فحتساوي 1. يعني نسبة حدوث السامبل سبيس هي 1، مجموع الاحتمالات لتجربة معينة. يعني لو أنا هون حكيت لك الأس، نيجي نوضحها هون عشان أحسن. طيب أنا حكيت لك الأس تساوي E1 E2 وE3، حلو. هسا E1 والE2 والE3 هاي سميها حوادث، وأنا بحكي لك إنه مجموع الاحتمالات للتجربة كاملة يساوي 1. ايش يعني تجربة كاملة؟ يعني S، يعني زي اللي بحكي لك P ل S يساوي 1. او طريقة ثانية، P ال E1 زائد P ال E2 زائد P ال E3 يساوي 1. هسا ال P ال E1 وال P ال E2 وال P ال E3 ايش يعني؟ هذول نفسهم يمثلن السامبل سبيس ل S، هاي تعتبر حوادث، تمام؟ يعني مجموع الحوادث يساوي 1. هذا وصل لك اياه، يعني هاي ملاحظه لطيفه. وفي عندي ملاحظه ثانيه بحكي لك احتمال حدوث اي حادث هي بين الصفر والواحد. يعني احنا قلنا بحكينا الاس تساوي E1 زائد E2 وE3 وE4. لو انا بس بدي احتماليه الE1، هسه احتماليه الE1 دائما راح تكون بين الصفر والواحد مع المساواة، لأنه احتمال تكون صفر، احتمال تكون واحد، واحتمال تكون بين الصفر والواحد، تمام؟ وأي حادث، أي حادث لا يحتوي على عناصر احتماله صفر. مثلا لو حكيت لك الـ A تساوي فاي، وحكيت لك أوجد لي الاحتمال لـ A، هسا كم عدد عناصر A؟ صفر على N اللي هي عدد عناصر السامبل سبيس، فحتساوي صفر. يعني احتمالية الفاي دائما تساوي صفر، أي مجموعة تحت لا تحتوي على عناصر احتماليتها صفر. طيب أنا عندي مثال هون، المثال بحكي لك التالي، بحكي لك to sink a fire coin twice. أنا هون إيش رميت؟ رميت قطعة نقود مرتين، فأنا عندي كان عندي الكوين 1 وكوين 2، حلو. قبل ما أبلش أحل حكينا دائما اوجد السامبل سبيس. التجربه الاولى الكوين 1 ايش احتمالياتها؟ اتش وتي. والكوين 2 برضه احتمالياتها اتش وتي. عن طريق الشجره بروح بجيب اللي هي عناصر التجربه الاولى بحطهم على اليسار، وبربطهم مع جميع عناصر التجربه الثانيه، يعني الاتش بربطها مع الاتش والتي، والتي برضه بربطها مع الاتش والتي. بعدين الاتش نفسها الاولى بربطها مع جميع العناصر الممكن لإلها عشان أرسم السامبل سبيس، الـ H مع الـ H والـ H مع الـ T. وهون لما أجي أربط الـ T مع الـ H، وهون بربط الـ T مع الـ T، هيك إيش أكون أنا أوجدت السامبل سبيس. طيب هسا ببلش بالسؤال. سؤال بحكي لي A observing at least one head، يعني على الأقل هون ايش بقول لك؟ at least one head، يعني على الأقل h واحدة، على الأقل h واحدة. ايش معناها؟ معناها h واحدة أو أكثر، يعني عدد عناصر ال h واحدة أو أكثر. فأنا لما بدي أجي أمثلها باجي هون كم عدد عناصر ال h؟
اثنين وهون واحد وهون واحد وهون صفر، فهو بده اياه يا مو يا وحده يا اكثر. الاثنين هل هي اكبر من الواحد؟ اه تنتمي. اتش 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 تي هل تعتبر واحد؟ فعلا. بس حكينا من وحده او اكثر يعني اكبر من او يساوي، فالواحد تنتمي يعني الاتش تي، وبرضه التي اتش تنتمي. التي تي لا صفر، فالصفر لا تنتمي. فهي هو بده على الاقل اتش وحده، فيعني يا اتش وحده يا اكبر من اتش، اكثر من اتش يعني اللي هي ثنتين كانت عندي بالمثال. البي بحكي لك observing two tail. two tail ايش قصده؟ يعني اثنين تي، يعني عدد عناصر تي اثنين بالضبط. exactly two tail يعني قصده اللي هي تي تي، هاي عدد عناصر بي اللي هي ايش؟ تي تي. فانا صفر معي السامبل سبيس ومعي اي ومعي بي. ايش المطالب؟ المطلوب اس السامبل سبيس اوجدناها، المطلوب اي اوجدناها برضه، بي اوف اي. البي اوف اي ايش معناها؟ معناها احتمالية الحادث اي، اللي هي عدد عناصر اي على عدد عناصر اس. باجي على ايه، كم عدد عناصرها؟ واحد اثنين ثلاث، على عدد عناصر اس. اس كم عنصر فيها؟ واحد اثنين ثلاث اربعة، فهي ثلاث على اربعة او 75%. بده هون البي اوجدناها كمجموعة اللي هي تي تي اللي هي تو تي، وبده بي اوف بي اللي هي احتمالية بي. عدد عناصر بي كديش؟ واحد، على عدد عناصر اس. اس كم عدد عناصر اللي معدناهن؟ اربعة، فهي واحد على اربعة وكم تساوي؟ 25%. هيك قصده بهذا السؤال، وهيك قصده بهي الفكرة. انا عندي سامبل سبيس وعندي عدة حوادث، هون كان عندي A و B، باجي بوجد ما احتمالية A وما احتمالية B. قبل ما اوجد احتماليتهن انا بكون ايش واجد؟ واجد اللي هي مجموعة العناصر اللي بتنتمي للحادث A. تمام؟ عندي هون برضو سؤال ثاني. الاكزامبل هون ايش بحكي لي؟ بحكي لك to sink a fire die. حكينا حجر نرد لما بدي لما اجينا امثلناه كان عندي ست اوجه، فالسامبل سبيس حسب ما شرحناه هي واحد واثنين ثلاث واربعة وخمسة وستة. الاي كانت بتمثل الايفن نمبر، فهي الاي ايش تمثل؟ اثنين واربعة وستة، هاي الايفن نمبر. البي بحكي لك the number is less than ثلاث، اقل من ثلاث. باجي على الاس، ايش الاعداد اللي اقل من ثلاث؟ اقل من ثلاث يعني الثلاث لا تنتمي، فهي بس واحد واثنين. جينا على السي، the number is more than or equal one، اكبر من او تساوي واحد. لما اجي هون اكبر من او تساوي واحد، الواحد هل هي أكبر من أو تساوي واحد؟ فعلا، فتنتمي. الاثنين أكبر من واحد، الثلاث، الأربعة، الخمسة، الستة، فلقينا إنه جميع العناصر هي more than or equal one. طيب هسا بحكي لك find الأس، الأس أوجدناها، الأي أوجدناها، بده احتمالية الحوادث. لو أجينا حكينا P of A عدد عناصر A، كم عدد عناصر A؟ عندنا واحد اثنين ثلاث، فهي ثلاث، على عدد عناصر S. S كم عنصر فيها؟ فيها ست عناصر، فهي ثلاث على ستة يعني نص، هاي احتمالية الـ A. احتمالية الـ B عدد عناصر B كم؟ اثنين على ستة يعني واحد على ثلاث، هي الثلث. احتمالية الـ C، الـ C كم عنصر فيها؟ فيها واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة، فهي فيها ست عناصر، على عدد عناصر الـ S برضو ست عناصر، ستة على ستة واحد، وهاي ايش حكينا عنها؟ الشور ايفنت، وهو الحادث الاكيد اللي ايش يساوي عدد عناصر السامبل سبيس. تمام، سؤال منطقي. هسه سؤال حلو شوي، بدنا نكبر المجموعات. كنا نحس حكينا قبل شوي، حكينا لما يكون عندي تجربتين. هسه بدي احكي لو كان عندي ثلاث تجارب. هو طبعا سؤال سنوات هذا السؤال. السؤال بحكي لي كالتالي: A family has three children. البداية أنا عندي ثلاث أطفال، فبحكي child one, child two,
و child 3. بحكي لك assuming that any birth is equally likely to be a boy or girl. بحكي لك أي طفل من هذول الثلاث أطفال إما بيكون يا boy أو girl. طبعا هاي شاملة للثلاث أطفال إما boy وإما girl. تمام. بحكي لك the probability of having at least three boys is. يعني هو ايش بده؟ بده البروبابيليتي ل at least 3 boys، يعني على الاقل ثلاث اولاد ذكور. طيب نجي احنا هيك حللنا السؤال كسؤال نفسه. طيب هسه لو جينا نحل، حكينا اي سؤال زي هيك كيف ابلش بحله؟ بوجد السامبل سبيس. سامبل سبيس عن طريق الشجرة. هون عندي ثلاث تجارب، هل بيفرق؟ لا، نفس الطريقة، باجي على التجربة الأولى اللي هي البوي أو جيرل، بحطهم على شمال. البوي خلينا نرمز لها بالرمز بي والجيرل بالرمز جي، فحنحكي بي وجي. طريقة الشجرة، باجي بوصل بكل عنصر جميع عناصر التجربة الثانية، يعني البي بوصلها مع البي ومع الجي، والجي برضه بوصلها مع البي ومع الجي. هيك صفن اول تجربتين جهزت. التجربة الثالثة شو بعمل؟ بروح شايف هاي العناصر اللي صفت عندي من التجربة الثانية، بوصلها بجميع عناصر التجربة الثالثة، وهيك بعمل قد ما يكون عندي تجارب. يعني البي برجع بوصلها مع تجارب التجربة الثالثة اللي هي البي والجي. نفس الاشي البي الجي مع البي والجي. نفس الاشي هاي البي مع البي والجي، وهاي الجي مع البي والجي. هسه لو بدنا نيجي نمثلهم بالسامبل سبيس، نيجي على العنصر الاول البي. البي بيتصل بالبي، هاي خلينا ناخذهم كخطوه الاولى، والبي نفسها بتتصل مع البي ومع الجي، فانا باخذها بالترتيب مره مع البي ومره مع الجي. يعني بحكي بي 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 ومره بي بي جي. حلو. هسا البي نفسها تتصل مع الجي، والجي بتتصل مع البي ومع الجي، فأنا بحكي هون بي جي بي وبي جي جي. حلو. هسا هون صفت رسمة البي الأولى. تمام، باجي على الجي، مرة بتتصل مع البي، والبي نفسها بتتصل يا مع البي يا مع الجي، فأنا باخذها بالترتيب للثلاث. يعني بحكي جي بي بي والجي بي جي، هيك البي هاي. تمام، باجي بنزل على الجي، بحكي الجي برضو هاي تتصل مع البي ومع الجي، بحكي جي جي بي وبحكي جي جي جي. تمام، هيك السامبل سبيس عندي ايش؟ السامبل سبيس جاهز. طيب هسه هو ايش سؤاله؟ بحكي لي at least 3 boys، فلنفرض انه هاي حادث اسمه ايه؟ at least 3 boys، هاي فلنفرضها ايش؟ حادث اسمه ايه؟ الحادث ايه هذا بحكي لي at least 3 boys، يعني على الاقل ثلاث اولاد. يعني ايش قصده لما يكون at least ثلاث اولاد؟ يعني اكبر من او يساوي 3 بي، يعني عدد بي ثلاث او اكبر. تمام؟ يعني عدد بي ثلاث او اكبر. باجي على الرسمه هون على السامبل سبيس عفوا، باجي بوجد ايش؟ عناصر الـ A. الـ B B B كم عدد عناصر الـ B فيها؟ ثلاث. هل تنتمي للـ A؟ تنتمي، بحط B B B. باجي على الثاني B B G، كم عدد عناصر الـ B؟ اثنين. هل الاثنين أكبر من أو تساوي ثلاث؟ لا، بكنسل. هون كم عدد عناصر B؟ اثنين، نفس الموضوع بكنسل. عدد عناصر B قديش هون؟ واحد، أكبر من أو يساوي ثلاث؟ لا، بكنسل. G B B عدد عناصر بي 2 بكنسل. جي بي جي عدد عناصر بي 1 بكنسل. جي جي بي عدد عناصر البي 1 بكنسل لانها مش اكبر او يساوي 3. الجي جي جي فيها صفر من البي، فهل الصفر اكبر من او يساوي 3؟ لا، برضه بكنسل. فانا صف عندي قديش عدد عناصر A؟ بس عندي عنصر واحد اللي هو بي بي بي، اللي هو فعليا at least 3 boys، يعني على الاقل 3 ذكور.
طيب هسه هو بده احتمالية A. حكينا احتمالية A P of A تساوي ايش؟ عدد عناصر A على عدد عناصر S. ال A كم عنصر فيها؟ فيها واحد. ال S كم عنصر فيها؟ لو جيت عديتهم راح يطلعوا معي 8، فنسبتها هي ايه قديش؟ 1/8، 1/8. واضح السؤال؟ ان شاء الله يكون واضح. فشوف احنا بكل سؤال قاعدين نستخدم كلمات مفتاحيه، مور ذان اور ايكوال، ليس ذان، ات ليست، ات موست، ابوف ذات، ايكوال، اكزاكتلي. فاحنا الجدول اللي ببدايه هذا الشابتر اللي حكينا عنه يعتبر اهم شيء بهذا الشابتر عشان نعرف نحل عليه. في عندي هون اكزامبل، المثال كالتالي بحكي لي. بحكي لك الاس هي مجموعه من الاي 1 حوادث واي 2 و E3 و E4، وبحكي لك P ال E1 احتمالية الحادث الأول تساوي 2 PE3. يعني احتمالية الحادث الأول هو ضعفين أو ضعف الحادث الثالث، و P ال E2 يعني احتمالية الحادث الثاني 3/10، واحتمالية الحادث الرابع ال E4 1/10. وبحكي لك find P ال E1 P ال E3. طيب هسه قبل شوي شو حكينا؟ حكينا انه مجموع الحوادث لتجربة كم يساوي؟ يساوي 1. ايش يعني؟ قصدنا بهذا الحكي انه P ال E1 زائد P الـ E2 زائد P الـ E3 زائد P الـ E4 كم يساوي؟ يساوي 1. هاي الـ E1 والـ E2 والـ E3 والـ E4 تعتبر حوادث داخل الـ Sample Space، فمجموعهم راح يكون 1. طيب الـ E1 تساوي 2PE3 والـ E2 3/10 والـ E4 1/10. طيب هسه انا هون صفى كم مجهول عندي بالمعادله هاي؟ مجهولين اللي هي الاي 3 والاي 1. فانا حسب ما عندي فوق بقدر اعوض الاي 1 احط مكانها 2 بي اي 3، وممكن الاي 3 اقسم على 2 واحطها انها نص بي اي 1. فانا لو اخترت بختار الاسهل زي ما هي، الاي 1 بحطها 2 بي اي 3 زائد الاي 2 اعطيني اياها 3/10 زائد البي اي 3 بخليها زي ما هي لانه صار عندي كم مجهول؟ مجهول 1 زائد ال 4/10 قديش؟ ال بي اي 4 1/10 كله يساوي 1. فانا صفى عندي مجهول 1 اللي هو البي اي 3، لكن لو جمعناها راح تلاقي 3 بي اي 3 زائد 3/10 1/10 هي 4/10 يساوي 1. بطرح 4/10 من الجهتين فهتصفي 3 بي اي 3 كم يساوي؟ 6/10. بقسم الطرفين على 3 كم حتساوي هون؟ حتطلع عندي P الـ E3 يساوي 2/10. هاي المجهول الأول اللي هو الـ E3 تمام. هسا هون شو عطيني برضه؟ عطيني انه P الـ E1 يساوي 2 P E3 الـ P3. يعني بحكي الـ P E1 يساوي 2 P E3. هسا هاي لسه مجهولة عندي، لكن الـ E3 P الـ E3 أوجدتها الـ 2/10، أعوض مكانها 2/10. 2 في 2/10 اللي هي قديش؟ 4/10. هاي ايش؟ P الـ E1. هيك بكون ايش؟ أوجدتهن. لو جينا جمعناها P الـ E1 4/10، P الـ E2 3/10، هاي صاروا 7/10. P الـ E3 2/10 صاروا 9/10. P الـ E4 1/10. 9/10 1/10 صفوا قديش؟ 1. فأنا القاعدة هيك عندي تمام، وهيك بكون أوجدت جميع الاحتمالات لجميع الحوادث. تمام؟ تمام. نأخذ آخر مثال سؤال سنوات، بحيث إنه هيك إن شاء الله بنكون ثبتنا الفكرة تماما، ثبتنا الفكرة إن شاء الله. بحكي لك السؤال: The sample space contain 6 elements. يعني السامبل سبيس تحتوي على 6 عناصر. طيب with P الـ E1 يساوي P الـ E2 ويساوي
في الـ E3 ويساوي 1/10. حلو؟ يعني الـ E1 لو جيت حطيت كل واحد لحال، الـ E1 تساوي 1/10، والـ E2 تساوي 1/10، والـ E3 تساوي 1/10. هيك قصده فيها. And الـ PE4 يساوي الـ PE6. تمام؟ الـ E4 يساوي الـ PE6 ويساوي قديش؟ 15%. يعني قصده انه الاربعة بالعشرة الـ PE4 تساوي 15% والـ PE6 لحالها 15%. تمام؟ احنا قاعدين بنحلل السؤال. بيقول لك let A الحادث A يحتوي على E1 و E4 و E5. Then P of A equal، يعني بده احتمال A. هسا احتمال A ايش هو؟ اللي هو مجموع احتمال الحوادث اللي داخله، صح؟ او عدد عناصره على عدد S. طيب هل انا معي عدد عناصر A؟ لا، اذا هذا القانون لا يصلح. هسا في عندي اشي ثاني اللي هو احتمال A يساوي مجموع احتمال ايش؟ عناصره. هسا مش عندي هاي عناصر، هاي ما عفوا هاي ما صار اسمها عناصر، هاي هون اسمها حوادث. فأنا مجموع هاي الحوادث يساوي ايش؟ احتمال A. فهي ايش؟ بي الـ A صفت بي الـ A تساوي بي الـ E1 زائد بي الـ E4 زائد بي الـ E5. طيب الـ E1 أعطيني إياها بالسؤال 1/10، زاد الـ E4 برضو أعطيني إياها بالسؤال 15%، زاد الـ E5 دور الـ E5 مش معي، لكن أنا إيش معي؟ معي الـ E1 والـ E2 والـ E3 والـ E4 والـ E6. فأنا أصلا معي جميع القيم ما عدا الـ E5. برجع للقاعدة اللي قبل شوي اللي هي الـ P الـ S كم تساوي 1. ايش يعني الـ P الـ P of S تساوي 1؟ يعني الـ P of E1 يعني الـ E1 زائد الـ E2 زائد الـ E3 زائد الـ E4 زائد الـ E5 زائد الـ E6 كم تساوي 1؟ الـ E1 كم؟ 1/10. والـ E2 1/10. الـ E3 1/10. الـ E4 15%. الـ E5 مجهولة أنا بدي إياها، ركز عليها. الـ E6 أعطيني إياها 15% وتساوي 1. لو جيت أنا جمعتهم كل هنا ذول رح ألاقي إلهم 6/10 زائد P الـ E5 يساوي 1. بطرح 6/10 من الطرفين هتصفي بي الـ E5 كم تساوي؟ 4/10. هيك أنا إيش؟ أوجدت الـ P of E5، صح؟ باجي هون هسه بعوض القيمة اللي طلعت معي اللي هي 4/10، بعوضها هون، فبحكي زائد 4/10. 1 زائد 15% 25%، زائد 4/10 فهي قديش؟ 65%. هاي الـ P of A. إذا أنا هون شو عملت؟ هون كان بس السؤال أطول من السؤال اللي قبله كالتالي، إنه أنا كان عاطيني جميع العناصر قيمهن، وفي قيمة الـ E5 مجهولة، أوجدتها من خلال النقط اللي حكينا عنها قبل شوي، إنه مجموع احتمالات الحوادث تاعت السامبل سبيس يساوي 1، فجمعناهن وأوجدنا الـ E5 يساوي 4/10. رجعنا هو إيش طالب؟ بي الـ E1 بي الـ A وحكي لي انه البي انه الاي ايش ايش تحتوي؟ تحتوي على الاي 1 والاي 4 والاي 5. فانا بجيب النسب، الاي 1 كانت 1/10 والاي 4 15%، والاي 5 انا اوجدتها كم؟ 4/10. بجمعهم فكان ناتجهم 65%. فالموضوع عملية جمع واموره لطيفة جدا ان شاء الله. طب لهون ان شاء الله فيديو بكون كافي، عرفنا شوية مصطلحات عن هذا الشابتر، كيف أوجد المجموعات، سمينا الحوادث، قدرنا نطلع البروبابيليتي للحوادث اللي بتحدث معنا، وحكينا شوية نوت. لهون إن شاء الله بكفي، وإن شاء الله الفيديو الجاي راح نتعمق شوي بالشابتر. يعطيكم العافية.